أفضل اتنين لعيبة في الأهلي النهارده هما ما قيل عنهم أن مارسيل كولر يقراهم ما بيحبهمش أكرم توفيق وأحمد عبد القادر الاتنين عملوا مباراة عظيمة جدا أفضل لاعب في المباراة طبعا النهارده هو أكرم توفيق أحمد عبد القادر أدى بشكل رائع جدا أنا بقالي سنين سنين إيه؟ انا تقريبا اول مره اشوف احمد عبد القادر بيلعب 90 دقيقه بنفس المستوى دي حاجه نادره جدا طيب ايه اللي خلى احمد عبد القادر النهارده يلعب بنفس المستوى ايه اللي خلاه يلعب النهارده بنفس المستوى احمد عبد القادر انه اتقرص لا اه انت لعيب حريف اه انت لعيب استثنائي في الكوره النوعيه اللي زيك دي ما بقتش موجوده بس لو ملعبتش لصالح الفريق هتقعد حبه حلوين وده اللي حصل نزل النهارده بياكل النجيله اكرم توفيق اكرم معروف انه لاعب راجل ولاعب مخلص وعمره عمره ما كان عنده اي نوع من انواع الرعونه في الملعب ورغم كده ما كانش بيشارك الفتره اللي فاتت ليه؟ عشان ادوار كان بيحطها له المدرب ما كانش بينفذها بشكل مثالي احيانا ظلموا مارسيل كولر تكتيكيا لما اشركوا في مركز 8 او مركز الظهير الأيمن هو افضل مكان مثالي لاكرم توفيق هو اللي في النهارده رقم 6 اللي قدام الاربع مدافعين ده المركز المثالي الروح والاخلاص والقلب عند اكرم كده كده الامور الفنيه والتكتيكيه والخططيه لازم تشتغل مع اكرم توفيق باسلوب معين ربنا كلل مجهوده العظيم اكرم توفيق في مباراه اليوم ويقدر يسجل اخر اهداف المباراه اكرم توفيق امتياز النهارده احمد عبد القادر رائع